راديو نيل. صباح الفل على حضراتكم، يوم جديد، حلقة جديدة طب وبس على نغم اف ام. زي ما انتم متعودين من الحد الخميس من الساعة 11 للساعة 12 بكون معاكم دايما وقام وجدي، وبنورنا دايما في استوديو نغم دكتور متخصص في مجاله بيرد على كل اسئلتنا واستفساراتنا. النهاردة منورنا دكتور مصطفى الصاغي، استشاري الانف والاذن والحنجرة. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا استاذة، منورنا. اهلا بحضرتك. احنا طبعا عايزين نتكلم على حاجات كتير جدا النهارده، تفاصيل كتير وحر ودوخه وحاجات وموشن سيكنس، الناس اللي عندهم اعراض الدوار العربيه. بس خلينا في الاول كده نتكلم على ايه الفرق اصلا بين الدوار والدوخه، ولا هو مصطلح واحد ومعنى واحد؟ والله هو يعني كنا زمان بنفرق، بنقول الدوار شيء والدوخه شيء، ان الدوخه اي عدم اتزان بنسميه دوخه. والدوار هو معناه ان الحركه اللي الانسان بيحس فيها ان بيدور والدنيا ثابته حواليه، او العكس الدنيا بتدور وهو ثابت. اصبح دلوقتي بنسميه ديزنس، يعني دوخه او دوار اصبح نفس الـ 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 يعني المعنى عام. وهو يعني ضعف او فقد الاتزان جزئي او كلي. وده طبعا يعني أسبابه كتيرة جدا، وتقريبا مفيش يوم في أي عيادة أنف وأذن غير ما بيقابلنا هذا المريض من مختلف المراحل العمرية. يعني غير مقتصر، وإن كان في بعض النسب في حالات محددة بتبقى زيادة. يعني كبار السن طبيعي عندهم ضغط وسكر ومش تحت السيطرة، اللي بيعانوا من بعض الأمراض، اللي بياخدوا بعض الأدوية لفترات طويلة، دول ممكن يكونوا. إنما أي مرحلة من العمر ممكن تحدث، وممكن تحدث في سواء في حالة حادة أو حالة مزمنة. حالة حادة فجأة كده قاعد وشباب في سن صغير يحس إن في دوخة ودوخة جديدة، قد يكون صاحبها بعض الأعراض الأخرى أو ما فيش أعراض أخرى ودوخة وبس. وبالتالي بيبقى الموضوع محتاج إن هو يتشخص صح من الأول. وغالبا معظم هذه الحالات بتبقى حالات بسيطة وعلاجها سهل وميسر جدا، وبتختفي في فترة زمنية إن شاء الله بسيطة. هل ممكن الدوخة يا دكتور توصل لدرجة الإغماء، فقد الوعي تماما؟ هو ده سؤال على فكرة ممتاز جدا، وده يعني كان بيطرح في المؤتمرات الكبيرة. يعني حتى فقد الوعي تماما دي بقى مش سكة الأنف والأذن، بقت حاجة سنترال، حاجة في المخ. وبالتالي كان في حاجة من أحد الأساتذة الأفاضل كان عمل رود ماب، خارطة الطريق. من الأول لو هو فقد وعي تماما وقالك مش حاسس باللي حواليه وكده، لا يبقى ده مش أنف وأذن. يروح في الأول مخ وأعصاب، يعمل أشعة مقطعية، يعمل فحص قاعين، يعمل الاختبارات اللي هي خاصة بالمخ والأعصاب. يعني ساعتها بنستبعد ان ده يكون مشكلة أذن داخلية أو أذن وسطى أو مشاكل بالكامل الحاجة. طبعا طالما فقد في الوعي، ودي يعني دي يعني حاجة فيصلية. طيب خلينا نرجع بقى للأسباب ان الإنسان اصلا يدوخ بالمنظر ده. ايه اللي ممكن، احنا اولا في مصطلح دايما بنقوله اصلا انا بدوخ عشان عندي أذن وسطى. ايوه. هل الأذن الوسطى دي هي المسؤولة عن الاتزان؟ لا طبعا، هي اصلا الاتزان أذن داخلية. لان احنا عارفين الأذن ثلاث أجزاء، خارجية ووسطى وداخلية. الخارجية عبارة عن قناة صغيرة خالص حوالي 24 ملي او 2.5 سنتي، بتبتدي من صوان الأذن من الخارج وبتنتهي بطبلة الأذن. ودي يعني معظم الحاجات بتبقى فيها التهابات، وأما أكثرها في الصيف طبعا مع العرق والحموم واستخدام المية والكلام ده كله بيبقى فيها التهابات أذن خارجية، سواء تجمع مادة شمعية بكسرة زيادة، أو التهابات الفطريات بالذات وما يسمى يطلق عليه عش الغراب، والتهابات بكافة أنواعها. أو بيبقى ده بالنسبة للأذن الخارجية. الأذن الوسطى بتبتدي من طبلة الأذن وبتنتهي بالأذن الداخلية. دي عبارة عن فراغ صغير، يعني يعتبر مليمترات صغيرة، وفيه ثلاث عظيمات اللي هي اللي هي سندان والمطرقة اللي هي بنسميها عظمة الركاب. دول ثلاثة مع بعض، دول عاملين زي ما تقول حضرتك ليفر أكشن مع بعض، مترابطين بطريقة هندسية بحيث ان الصوت اللي بيقع على الطبلة عن طريق هذه العظيمات الثلاثة بيتم تكبيره 17 مرة. سبحان الله. طبعا. وبالتالي الناس اللي عندهم تيبس في عظمة الركاب، او لا قدر الله بعد حادثة حصل فيه ديسليكيشن، او يعني حصل تمزق انفصال للعظم ده، بيبتدي يحصل ضعف شديد في السمع، ولكن ضعف قابل للشفاء بتدخل جراحي، لانه هو ما حصلش طالما العصب سليم غالبا بتبقى الامور ايسر واسهل
ونتائجها افضل يعني. ده سبحان الله. تنتهي بعد كده بقى بالاذن الداخليه جزئين، جزء القوقعه اللي احنا عارفينها زي القوقعه اللي بتاعه البحر دي، ودي بتحتوي على خلايا حسيه، ودي المسؤوله عن استقبال الاصوات يعني كموجات كهربائيه بتحول بعد كده عشان توصل لمراكز السمع العليا في المخ عن طريق عصب، العصب بنسميه العصب الثامن او عصب السمع. الجزء الثاني بقى اللي هي بنسميها القنوات الدهليزيه او القنوات الهلاليه، هي هلاليه الشكل، ودي فيها سائل، وهذا السائل فيه ماده جيلاتينيه، والسائل ده متصل بالسائل اللي هو حوالين المخ، وده بيفرز من باستمرار، وفي نفس الوقت بنتخلص منه يعني زي حضرتك حاجه اليه بشكل دوري اوتوماتيك يعني. تمام. ولكن اي خلل في هذا السائل ممكن يسبب الدوار، واكثر دوار ممكن بيجي بقى يسمى بالدوار الوضعي او الحركي. الوضع او الحركه ان يجي الشخص يقول لك والله انا ببقى نايم كده على جنب اليمين، ابص على الادوخ، اقلب على ظهر او على الشمال تختفي الدوخه. الله، طب ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان في حاجه في داخل القناه دي، ماده جيلاتينيه موجوده، اتحركت من مكان لمكان، وبالتالي ابتدى يحصل هذا الخلل. وعلاجها مش الادويه، الادويه ممكن تكون مساعده للعرض عشان تطمنيه، انما العلاج الاساسي بيبقى بعض التدريبات البسيطه اللي بتم إجراءها في العيادة، والعيان بعدها بتختفي، قد يحتاج أكثر من جلسة ولكن بعدها بتختفي بدون أدوية ليها يعني. لأن هي عبارة عن حاجة انتقلت مكان لمكان، بيرجعها مكان، بترجع مكانها إحنا يعني بآلية معينة يعني. الطبيب المعالج بيمسك رأس العيان بحركة معينة بيقربها ليه كده، وبعد كده بيجيبها 45 درجة لأسفل، ويروح رددها تاني 135 درجة للاتجاه العكسي عشان تدخل للقناة اللي هي اتحركت منها. وبالتالي يبتدي الاتزان يرجع تاني. سبحان الله. يعني هو السائل ده هو المسؤول عن اتزان الإنسان يعني، هو أي خلل فيه أو انتقاله من مكانه، سبحان الله يعني انتقاله من مكانه للمكان آخر مش مكانه، وهو بيعمل الخلل ده. طب انا عايز اسالك سؤال يعني ساذج لان انا مش متخصصه يعني، هل طاوله الاذن مصمطه ولا هي بتعدي سائل يعني هي يعني سادس لا هي تعتبر طبله زي الطبله بالظبط يعني، مسدوده يعني ما بتدخلش حاجه. لا خالص ده لو بتدخل حاجه يبقى فيها ثقب. طب وهي ليه بيقول لك انا عندي ميه ورا الطبله؟ لا دي مره طبله، قضيه اخرى بقى. ميه ورا الطبله دي بتبقى أسبابها كتيرة طبعا، وإن كانت أكثر حدوثها بيبقى في الأطفال في السن الصغير اللي هم بيعانوا من التهاب متكرر في اللوز واللحمية. بالزبط. بتبقى اللحمية هي السبب الأساسي. ليه هي السبب الأساسي؟ لأن اللحمية دي موجودة في تجويف البلعوم الأنفي اللي هو موجود خلف الأنف، وهي في نفس الوقت هي جزء من الأنسجة الليمفاوية اللي هي امتداد للوستين، ولكن اللوستين موجودة في داخل الحلق ومحاطة بكبسول. اللحمية بتبقى موجودة خلف الأنف في البلعوم الأنفي. البلعوم الأنفي ده كمان السر الكبير فيه إنه فيه حاجة بنسميها قناة ستيكس أو قناة التهوية، قناتين يمين وشمال اللي هي بتصل بين البلعوم الأنفي وبين الأذن الوسطى. تمام. فأي التهابات أو أي حاجة في هذه المنطقة بتنقل الأذن الوسطى. دي بقى متقاش التهابات، بتبقى النسيج بتاع اللحمية بيبقى ضاغط على فتحة قناة ستيكيوس الموجودة، فتحة التهوية، قناة التهوية الموجودة في البلعوم الأنفي والطرف الآخر في الأذن الوسطى. فضغطت عليها ما بقاش فيه تهوية، أمال بقى فيه إيه؟ بقى فيه ضغط سلبي. ضغط سلبي يعني المفروض إن هي بتتحرك آلاف المرات في اليوم عشان تجدد الهواء داخل القنوات. فالحركة دي خلاص منعتها، ابتدى ضغط سلبي، ابتدى يحصل فيه ارتشاح بنسميه ارتشاح. ارتشاح من الغشاء المخاطي المبطن للأذن الوسطى يعمل سائل، هي ما تبقاش مية، هو عبارة عن سائل مخاطي خلف طبلة الأذن. بيبقى بسائل بسيط في الأول، بعد كده بيتزايد، بيبتدي يبقى سميك، بيبتدي يبقى السمك زيادة. طبعا معظم هذه الحالات لما تشخص مبكرا وتتعالج صح في الأول بتتلحق، ونسبة النجاح العلاج فيها يفوق 80-85%. يعني الاحتياج ان احنا نعمل جراحة للأذن، الارتشاح طبلة الأذن، الارتشاح خلف طبلة الأذن مش عالي قوي لو عالجنا السبب اللي هو تضخم اللحمية بالذات. وغالبا معاه تضخم لوز وبتتشال،
وبياخد العلاج المظبوط وبيتابع بقى مع دكتور الانف والاذن، بيعمل حاجه بيسموها اختبار ضغط الاذن، في نسبه تفوق 90% بيحصل تحسن كبير جدا دون التدخل الجراحي لطبله الاذن. عشان كده دكتور الواحد لو ودان لو مناخيره اتسدت كتير او فرده منهم ياثر على الودان اكيد. لان برضو ده متصل بقى المناخير والعمل الانفي، كل الاريا من الداخل فاتحه على بعضيها. سبحان الله. هي طبعا الاخطر في الارتشاح مش في الاطفال، معظمه بتبقى حاجات بسيطه بتتعالج. الاخطر في كبار السن، وبالذات لو ارتشاح في ناحيه واحده من الاذن. ده بيبقى يقلقنا. ليه؟ لان بنبقى عاوزين نستبعد وجود لا قدر الله حاجه مش كويسه في البلعوم الانفي. زي ما يكون في ورم، وهذا الورم غالبا بيبقى خبيث، بيحصل في البلعوم الانفي عند الرجال في كبار السن، وبالذات لما يكون مدخن شره وبيبقى فيه عوامل اخرى، يبتدي يعمل ارتشاح خلف طب الاذن في ناحيه واحده. ولذلك لما بيجي لي حد، يمكن كان عندي امبارح في العياده واحد بنفس المواصفات، حاجه يمكن 55 سنه تقريبا، كان عنده ارتشاح في ودن واحده، عملنا له اشعه مقطعيه على البلعوم الانفي، طلع فعلا في اشتباه ورم. احنا ما حددناش بقى الورم ده ايه، حميد خبيث طبيعته ايه، فده بنجهزه ان احنا نعمل له عملية. هذه العملية بتبقى ان احنا بناخد عينة من هذا النسيج اللي هو الورم، وبنعمل تحليل بنشوف طبيعته ايه. هل طبيعته ورم خبيث ولا ورم حميد؟ ورم حميد بيتشال بالكامل وبترجع وطبعا في نفس الوقت بنعمل له حاجة بنسميها تي تيوب، يعني انبوبة على حرف تي، على اساس نعمل تهويه الاذن المفتوحه لما احنا عشان نعالج، ينشف السوائل دي عشان نعالج السبب والعرض، يعني مش هنسيبه يعاني ان هو ودن ما بيسمعش بيها او بتتألمه او كذا كده يعني. فدي او بقى لا قدر الله خبيث، الخبيث بيبقى علاج بتتحول بقى لطبيب اورام. تمام. طيب خلينا نطلع الفاصل ده وهنرجع تاني نكمل حلقتنا في طب وبس على نغم اف ام. منورنا دكتور مصطفى الصايغ استشاري الانف والاذن والحنجره. بعد الاغنيه هنرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. لسه بتسمعوا طب وبس على نغم اف ام، ومنورنا دكتور مصطفى الصايغ استشاري الانف والاذن والحنجره. بنتكلم على الدوخه اللي بتسببها التهاب الاذن الداخليه بعد التصحيح طبعا، اللي معروفه او احنا بنقولها دايما اذن وسطى، ولكن هي في الحقيقه المسؤوله عن الاتزان زي ما قال او نورنا دكتور مصطفى، هي الاذن الداخليه. طيب خلينا يعني يا دكتور نروح لحته تانية ممكن تكون بتاثر على برضو التوازن بصوره طبيعيه، فكره الدوره الدمويه بتاعه الجسم كله لها. هل ليها تأثير أو دور في عدم الاتزان؟ هو طبعا أكيد، بس هو طبعا إضافة إلى ما ساعدتك ذكرتي الأذن الداخلية مسؤولة فعلا، ولكن التهابات الأذن الوسطى برضو ممكن تكون أحد الأسباب، ولكن مش الاتزان هو أذن داخلية. إنما التهاب أذن وسطى شيء طبيعي بما أنهم ينتمت لبعض أو جنب بعض، وبالتالي أي التهابات شديدة بالذات ممكن تأثر على التوازن مع الأعراض الأخرى بقى، ضعف السمع والألم وكلام ده. حضرتك بتتكلمي على موضوع الدورة الدموية، طبعا دي جزء يعني جزء أساسي، ودي بتبقى بتبتدي من القلب وبتضخ في الشرايين لكل أجزاء الجسم، من ضمن الأجزاء الجسم المخ، واللي بيبقى فيه المراكز الحسية، والمراكز الحسية بنقصد بيها طبعا البصر والسمع وكل المراكز الحسية للإنسان والإدراك والكلام ده كله. وفي نفس الوقت ان دي لما بيبقى فيها خلل، يعني الشخص او العيان بيبقى عارف يقولك والله انا الدم ما بوصلش المخ، ومفيش حاجه اسمها ما بوصلش المخ، هو بيوصل لكل حاجه، ولكن ممكن يكون في تباطؤ في وصوله بالكميات المطلوبه. بمعنى ان بيبقى مثلا في بعض المرضى اللي بيعانوا من بعض الامراض زي ضيق في الشرايين، زي الانيميا. دكتور الانيميا طبعا احد الاسباب، ضيق الشرايين بكافه انواعها، نتيجة طبعا الناس اللي هم بيعانوا من أمراض مزمنة زي ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، أو مرضى السكر، وبما يفعله السكر في شرايين الجسم كلها بيعمل طبعا ضيق وترسب. السكر برضو بيأثر على الأذن ده، ما فيش مرض ما بيعدي. لا 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 السكر ده بيعدي كل حاجة. هو السكر بنسميه مالتي سيستم أفكشن، يعني كل أجهزة الجسم يعني مش سايبها. صحيح. وده هو بيؤثر بكذا من ميكانيكيه، يعني بيأثر يعني اولا بيأثر بارتفاع نسبه السكر نفسها، بتدخل العيان في دوخه طبعا. الحاجه الثانيه بيأثر بزياده ترسيب الدهون، بتزيد وبالتالي بيعمل ضيق في الشرايين. كمان الحاجه الثالثه لو هبوط السكر بيؤدي الى كميه السكر توصل للخلايا الحسيه بتاعه هذه الاجهزه بكميات
كافية لأداء الوظائف الفسيولوجية بتاعتها. يعني اللي عنده سكر غالبا معظم بيبقى معاهم عوامل أخرى يعني أمراض قلب، عندهم كبر سن، عندهم مشاكل في الفقرات، فكل الكلام ده ممكن له تأثير. طبعا هو بيأثر على يعني أعضاء كتير في الجسم وبيعمل مشاكل كتير، بس يعني خلينا برضو منخدش الناس اللي مزبط سكره هو احنا بنتكلم على السكر الغير منضبط، إنما بالزبط. السكر المنضبط تقريبا بيعيش حياة عادية تماما طالما ملاحظ السكر بيعمل السكر. ما هوش نظام أدوية باخد أقول لك أنا باخد الدواء، لا مش باخد الدواء بس، هو نظام الأكل أخباره إيه، أنت بتتحرك ولا لأ، يبقى واحد اوفر ويت ووزنه كتير قوي طبعا ده لابد يتحرك ولابد ينزل وزنه، في عوامل اخرى بتتدخل عشان نقدر يعني كجزء من منظومه العلاج مع بعضها يعني مكمله لبعضها. طب يا دكتور هل في سن معين مثلا بتزيد فيه اعراض الدوخه؟ هو طبعا الدوخه المفروض ان هي في السن الكبير بتبقى اكتر نتيجه العوامل اللي قلنا عليها، بيبقى طبيعي بيبقى في ضيق في الشرايين بيحصل فيه اللي هو الأثيروسكلروزيس اللي بيحصل في شرايين الجسم كلها، بيبقى فيه يعني الأمراض الأخرى اللي قلنا عليها معظم الأمراض المزمنة بحكم السن، بيبقى فيه آلام الفقرات والتهابات الفقرات ده بيأثر يا دكتور؟ ده أكيد أكيد، لأن الفقرات هي داخلة مع بعضها متناسقة، لما بيحصل فيه أي مشكلة في الفقرات نتيجة أسباب كتيرة ومن ضمنها معظم الناس اللي بتبقى عملها مكتبية لفترات طويلة أو بيقعدوا على كمبيوتر لفترات طويلة بتأثر على الرقبة. يعني احنا بنتكلم على فقرات العنق مش القطنية. العنق اللي طبعا ده بتأثر على الأذن والمنطقة دي. بتأثر على الأذن وبتأثر دي على معلومة جديدة برضو، وممكن تضغط على الـ 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 الشرايين لو درجة جديدة تضغط على الشرايين وتقلل اندفاع الدم إلى المخ. وممكن هي نفسها تضغط على الأعصاب بتعمل ألم بيعمل الدوخة. صحيح. لان هو التناسق اللي هي الفقرات العنقية وانتصابها في الوضع الصحيح ده بيساعد على ان الاجهزة الدم يعني ينتشر بصورة طبيعية. يعني بصراحة تفاصيل كتير جدا مؤثرة في موضوع الدوخة والأذن، يعني الواحد برضو ما كانش عنده دراية كافية. احنا مستفيدين جدا الحقيقة في الحالة مع حضرتك، خلينا نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور مصطفى الصايغ استشاري الأنف والأذن والحنجرة. بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا كتير جدا جدا، خليكم معانا ما تروحوش في أي حتة، احنا لسه معاكم في طب وبس على نغم أف أم على 105.3 بتسمعوا نغم أف أم، ولسه معاكم طب وبس، ومنورنا دكتور مصطفى الصايغ استشاري الأنف والأذن والحنجرة، بنتكلم على الدوار أو الدوخة ومشاكل الأذن عامة. وطبعا وقفنا دكتور عند يعني المشاكل اللي بتواجه الإنسان بالنسبة للاتزان، سواء كان بسبب التهاب في الأذن الوسطى أو مشكلة في الأذن الداخلية أو عدم انتظام الدورة الدموية في الجسم عامة. بس خلينا نسأل يا دكتور يعني على فكرة ان واحد ممكن يكون مش مريض اصلا مثلا اذن انف اذن او عنده اي مشاكل من دي وفجأة يجيله دوخة كبيرة جدا فجأة يحصل؟ يعني طبعا ده يمكن ده من الحاجات اللي هي بنشوفها كتير في العيادات وبالذات في الفترة اللي فاتت، ومعظمها بيبقى بعد ادوار الزكام والبرد الشديدة. وطبعا في فترة كورونا كان في شكوى كبيرة جدا من الموضوع ده، لأن طبعا الفيروس من ضمن تأثيراته كان بيأثر على الأذن وبالذات الأذن الداخلية. فمن ضمن التأثيرات الأذن الداخلية بيأثر على عصب الاتزان. وبالتالي تأثيره على عصب الاتزان بيبقى عبارة عن التهابات، وبتبقى غالبا بيظهر فجأة وبيعمل طبعا قلق العيان، وبالذات في أي مرحلة من العمر، وبيجي في كتير في صغار السن يعني. وبالتالي الشخص بيبقى جاي يعني متضايق جدا ومتوهم ان لا ده الموضوع كبير وفي حاجه في المخ ولابد. في معظم الحالات دي مجرد ان هو بيعدي دور الالتهاب اللي هو دور البرد او الانفلونزا او اي مكان، وبياخد بعض الادويه. طبعا دلوقتي الادويه الحديثه اللي هي بتشتغل مباشر على يعني بتشتغل على العرض والسبب مع بعض. زي ما يعني يمكن الدواء اللي احنا في حوسه الوقت اللي هو الميكليزيجو ده من الحاجات اللي هي في خلال دقائق بسيطه جدا الدوخه تنتهي، 10 دقائق بيفتح الساشيس وبحطها تحت اللسان بتمتص. انا بشبهها بالظبط زي الادويه اللي بنديها في الازمات القلبيه المفاجئه.
اوكي. مجرد ان هو بيحط حاجه تحت لسانه كده خلاص بيتحسن لغايه ما يروح بقى الايه للمستشفى ويبتدي يشخص ويعمل وياخد العلاج اللي هو ينتظم عليه. انما دي حل سريع ودائم. وطبعا دي كمان بتحل مشكله تانية، يعني زي الميكلزيكو النهارده لما كان الناس اللي بيجي لهم الدوار الفسيولوجي اللي بيحصل ده يقول لك والله انا اول ما بركب العربيه او بركب القطر بحس بدوخه ونفسي بتجمع عليا. انا عايز اسال حضرتك برضه على فكره الموشن سيكنس دي، يعني الموشن سيكنس. وبالتالي احنا كنا بنقول زمان طيب ناخد الدواء الفلاني ده قبل ما تسافر بساعه او 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 طبعا قبل سافر بساعه دي حاجه، والحاجه الثانيه ان هو ممكن يكون له سيديشن يعني بيخلي الشخص ينام او حاجات زي كده بيأثر على دوره الحياه بتاعته. انما لما طلع الميكليزيجو حديثا اصبح ان احنا مجرد ما بنستخدمه انا رايح اركب العربيه وانا خلاص نازل من بيتي بروح حاطط الشريط تحت اللسان بركب عربيتي وبسوق وفي خلال دقايق كل حاجه بتختفي تماما وبعيش حياتي بصوره مستقره. وده بصراحه بقى سحر لنا في العيادات. لما يجي واحد كده وشايلينه ومسندينه وبتاع مجرد ما بتدي الدواء ده واحنا خلاص هو جه وتشخص ان هو سبب ما سكر مش منضبط في فقرات في اندفاع الدم يعني اي سبب ايا كان السبب ايا كان السبب ده بنديه للعرض زي بالظبط بالظبط. اقول لحضرتك يعني مثل بسيط، اللي عنده النهارده صداع شديد صداع ده ممكن يكون صداع ارهاق بسيط وممكن يكون ضغطه ممكن يكون وان في المخ ده لما بديه مسكن قوي الصداع بيتحسن ايا كان وبالتالي السبب. انا بدي لابد ادي ده لان احنا دايما في الطب بندور على حاجتين، اعالج العرض والسبب، مش العرض بس لابد اشوف السبب بس العرض مهم، لان الانسان النهارده لما هيجي وهيتضايق هيدخل في سايكل نفسي ممكن تزيد معاه الامور. يعني احنا احيانا في حالات دوار بتبقى سببها نفسي وبالتالي حتى دي كمان نفسي طبعا هو النفس مش هو ده يعني سبحان الله دي المتحكم في كل يعني العلامات الحيويه بتاعتنا. صحيح. يعني النهارده الواحد لما بيزعل شويه مش ضربات القلب بتزيد بينفعل بيبقى ضغط الدم بيرتفع السكر بيزيد كل دي حاجات سبحان الخالق يعني. فبالتالي يعني وعشان كده الانسان المطمئن المستقر اللي بيحمد ربنا وكده بيبقى الاميونيتي او المناعه بتاعته بتبقى افضل وبالتالي بتبقى حياته اكثر استقرارا وبيقبل الواقع وبيتعايش معه وبيحاول يحله. بس طيب يعني الدوخه اللي حتى احنا مش عارفين سببها او ايا كان سببها، العلاج ده اللي هي الشريحه الصغيره اللي بتتحط في البق بعديها بتشتغل بعشر دقائق بيكون الانسان يعني انتهت تماما العرض الدوخه ده ايا كان السبب لغايه ما يتشخص. صح. افرض ان السبب مثلا طلع الضغط بتاعه مش منتظم لابد يعالجه. السبب طلع ان في خلل في زي ما قلنا في الاذن الداخليه ايا كان السبب ايا كان السبب بتاعه يبتدي يعالجه مع يعني بنعالج ده مع ده بحيث ان هو بيمارس حياته وما بيتاثرش. كنا زمان نقول والله ايه يجي تقرير طبي يعاني من الدوار شديد يعني مصاحب له قيء و و و و ويحتاج الى راحه 5 ايام او اسبوع او ايا كان يعني وما يسوقش وما يشتغلش في مكان لا دلوقتي ممكن يمارس حياته طبيعي جدا بس بشرط ان هو يتابع مع الطبيب يتشخص صح وياخد العلاج للعرض اللي هي شريحة الميكليزيجو دي وللسبب ايا كان السبب اللي هيطلع. وطبعا من ضمن الاسباب مش عاوزين ندخل في حاجات في تفاصيل ولكن احنا يعني برضو عشان نبسط الموضوع معظم حالات الدوار زي ما قلنا في الاول بتشفى تلقائيا والغالبية العظمى منها بتشخص بالهيستوري، ان انا اسأل المريض بعض الاسئلة ويجاوبني عليها بقدر اشخص بمعنى هل الدوار ده جالك فجأة ولا جالك بالتدريج، هل بيجيلك في وضع جسم او وضع راس معين ولا لا، هل انت عندك بتاخد ادوية لامراض ولا لا، الادوية اللي بتاخدها ايه، هل مصاحب ليه اعراض اخرى يعني ميل للقيء بيجيلك عرق بغزارة بيجيلك الم في الاذن مع الدوخة اللي بنسميه مرض منيير اللي هو الثلاثي بيجي ألم في الأذن مع دوخة مع ضعف في السمع كذا عرض بيجوا مع بعض وبالمناسبة حضرتك من سألت سؤال في الأول خالص إن هو اللي بيفقد الوعي منيير بيبقى في حاجة اسمها دروب أتاك ودي قليلة جدا لأن الناس بيعانوا من منيير عارفينها دروب أتاك إن هو إن منيير مش هيوقع الواحد في بعض النوع الشديد منه ممكن يقع على الأرض تماما ولكن بسأله سؤال انت حاسس بالساعة ما وقعت؟ قال لا حاسس وفلان كان جنبي وعلان كان جنبي
يعني واعي بس مفقد. يبقى ده منيير، يبقى ده ما هو السنترال مش حاجة في المخ. إنما لو وقع ومش حاسس باللي حواليه وقال لك لا ده أنا غبت عن الوعي مش ما حاسسش بنفسي لقيتهم نقلوني وبتاع، لا ده مخ وأعصاب فيرست، لا بد يشخص الأول. طيب بالنسبة للدواء الحديث يا دكتور، يعني هل ليه أي أعراض جانبية؟ هل في أي مشاكل من أي نوع؟ والله يعني للأمانة لغاية دلوقتي احنا بقالنا فترة من أول ما طلع إلى الآن مع كل الأعمار ومع كل أنا كنت هسألك برضه دكتور السن المناسب للدواء، كل بتاخد كله مفيش مشاكل، نتائج رائعة. يعني أنا من ضمن الحالات يمكن ذكرنا دلوقتي، كان عندي من حوالي يمكن أيام الكورونا كده في بنت صغيرة 9 أو 10 سنين وباباها طبيب ومامتها طبيبة وكده، وطبعا لما جت بشكوى يعني أنا بحس بوجع في ودني والسمع شوية مش مظبوط، يعني البنت كانت طبعا انتليجنت أو ذكية إن هي تقدر تعبر وفي دوخة. فالمهم بابا قال لي والله إحنا كانت نايمة في سرير، وبعد كده كنا في لسه في الشتاء يعني، فرايح السوبر ماركت فقامت نزلت معايا فجأة ونزلت فجأت عطست وكده، هي طبعا كانت نوبة كورونا يعني. فالبنت عملت لها لما جت لها عملت لها اختبار سمع يعني استكشافي في العيادة، فطلع ان فعلا الودن اللي بتشكي منها يعني في مشكلة يعني في السمع شوية، ابتديت معها بالميكليزيجو مع بعض الأدوية التانية. لما جينا في الحالات دي بنبقى حريصين قياس السمع على الأقل ماكسيما لكل 48 ساعة. ليه؟ لأن الأمور لو تدهورت بسرعة بيبقى صعب ان احنا نلحقها. في اول اسبوعين يعني اول 48 ساعة up to اول اسبوعين ممكن لو تشخص وتعالج صح بنسبة الشفاء عالية جدا. وبالتالي في الحالات زي كده بنحب نتابع اللي هو بنسميه sudden deafness، وبالذات في سن ما هو سن مش سن ضعف سمع، صغيرة يعني طفلة صغيرة وصحيا كويسة وتغذية سليمة وكده. فلما عملنا لها بالمتابعة لا طلع ان فعلا في نسبة تأثير، ابتدينا معاها بأدوية، وأهم حاجة طبعا في أدوية معينة زي الكورتيزونات بنديها في الأول وتحت إشراف طبي، فعلا جابت نتيجة كويسة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب برضو يا دكتور من الحاجات اللي احنا داخلين عليها وامهات كتير هتبدأ تعاني منها البسين ومية البسين والإنفكشن اللي بتحصل في الودان بسبب المية دي، نعمل ايه؟ والله بص حضرتك، والوقت طبعا معظم الأماكن وفي النوادي بالذات النوادي الكبيرة اللي فيها إشراف بقت يعني استخدام المطهرات وكده بقت أساسية. فهو مبدئيا ان احنا لابد لما ندخل بنبقى داخلين في أماكن بتبقى آمنة تماما في هذه الجزئية. الحاجة التانية ان احنا بنحاول ننشف ودننا بعد الحمام او بعد ما بننزل الحمام السباحة، بننشفها بطريقة بسيطة جدا ان انا بالفوطة او بكلينكس من برا الاذن واروح مميل راسي في نفس الاتجاه، يعني الودن اليمين اروح مميل راسي الحركة كده واهزها حيث لو في اي مية متجمعة ولا حاجة تنزل، والناحية التانية لان احنا بنخاف من الالتهابات وبالذات في الصيف مع العرق والحاجات زي كده واستخدام المية كتير بيبقى فيه تكون الفطريات، الفطريات اللي احنا يجي العيان تقول نقول له والله انت عندك فطريات اسمها عش غراب، ايه اللي جاب الغراب لودني مثلا؟ هو الفطر اسمه كده اسمه عش غراب. وبالتالي ان احنا بنحاول طبعا احد اسباب برضو ان العيان ممكن يكون من النوع اللي ايه بيبقى قاعد فاضي كده معاه قلم معاه مفتاح اي الاله اللي قريبه منه يلعب في ودنه، طبعا ده بينديوس انفكشن يعني بيعمل نوع من الالتهابات سواء بكتيريه او فطريه. طب وقطن الودان يا دكتور؟ مش مستحب خالص، لا نفضله. احنا لا ننصح بيه الا في حاله واحده فقط، لما يكون عندي مريض وعنده ثقب في الطبله وفي صديد وبيتعالج بقول له والله ان من ضمن ان انا يعني بيجي لي العياده بعمل له تشفيط للافرازات وعشان اديله الادويه عليها وكده، بقول له والله انت القطره دي بتحطها بس قبل ما تحطها بتجيب القطنه كوتون بادز دي وبتنضف الودن جنتلي كده وخلاص. دي الحاله الوحيده، انها في الامور العاديه لا ننصح بها مطلقا لان دي احد اسباب اللي بتعمل التهابات في الاذن الخارجيه. ومش كده وبس، ده هي بيجي لنا ناس سواء هم يعني متذكرين او ناسيين بينسى قطنه في ودنه بتبقى زي جسم غريب ويحس ان لا يعني بيعمل مشاكل كبيره يعني كتيره بنشوفها باستمرار في العيادات.
طيب خلينا نطلع الفاصل يا دكتور وهنرجع تاني نكمل حلقتنا مع دكتور مصطفى الصايغ استشاري الأنف والأذن والحنجرة. بعد الفاصل هنكمل، خليكم معنا. خلاص دقايق وحلقتنا تنتهي. نصايح يا دكتور سريعة جدا تحب تقولها لنا وإحنا في فترة الصيف فيما يخص طبعا مجال الأنف والأذن والحنجرة؟ هو طبعا كل سنة وحضرتك طيبة وكل الناس طيبين. طبعا السمع دي حاجة نعمة من ربنا ونعمة غالية جدا، يعني السمع زي البصر، وإن كان هو يعني في الأهمية إن السمع والبصر والفؤاد، السمع مذكور قبل البصر يعني. فبالتالي الاهتمام به مهم جدا، والاهتمام به بيبتدي من الأذن الخارجية، إن احنا أولا أي مشكلة في الأذن لابد نتوجه لأخصائي الأذن، ما نحاولش يعني نجتهد نمنع استخدام ما يقال عليها اللي هي قطن الودان. ما ناخدش اي ادويه حد شخص عادي او حتى طبيب غير متخصص يقول عليها الا باستشاره تطبيب المتخصص وبناء على كشف، لان الاذن النهارده لما يجي حد يقول انا ودني ودني تعبانه لابد اشوفه، ما ينفعش بالتليفون، ممكن ادي مسكن لغايه ما اشوفه. الحاجه الثانيه ان نهتم جدا واحنا في امراض الصيف، طبعا احنا كجهاز انف واذن وحنجره متصل ببعضه، التهابات الجيوب الانفيه وحساسيه الانف ممكن لو ما تعالجتش صح من الاول بتعمل التهابات اذن وسطى، ممكن التهابات اذن وسطى قد تتطور وتعمل التهابات في الاذن الخارجيه وصاحبها دوار وصاحبها فقد في السمع. وبالتالي الوقايه خير من العلاج، ونهتم بصحتنا لان دي النعمه اللي ربنا اداها لنا. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، نورتني وكانت حلقه جميله واستفدت بيها، ويا رب الناس كلها اللي كانت تسمعنا النهارده تكون استفادت. نورنا النهارده دكتور مصطفى الصايغ استشاري انف الاذن والحنجره. حلقتنا خلصت على نغم اف ام وطب وبس، كنت معاكم وئام وجدي، ونتقابل دايما على خير. سلام. طب وبس، طب وبس مع وئام وجدي من الاثنين للخميس من 11 ل 12 الظهر على نغم اف ام.